أحييكم أجمل تحية أعزائي مشاهدي قناة بلاد الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حوار بنكهة المتنبي. نلتقي دائما في هذا الصباح البغدادي لكي نستقر آراء المثقف العراقي في كل ما يجري على الساحة الثقافية، ونكون قاب نبضين أو أدنى من روحه التي تفوح بالوطنية والإبداع دائما. عزائنا معنا ثلة مباركة من المثقفين العراقيين يلتقون معنا هنا في قشلة شارع المتنبي. نرحب بهم باسمكم دائما لكي نواصل الحوار قلبا إلى قلب معهم. الأستاذ هاشم طراد، مدير المتحف المتجول في القشلة، مرحبا بك أستاذ، حياك الله. يا أهلا وسهلا، نورتنا أستاذ. أهلا وسهلا بك. كذلك معنا الأستاذ عادل القاسمي عن مؤسسة تنوير التي تمارس أعمالها هنا في القشلة، مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بكم. حياك الله، نورتنا أستاذ. أهلا وسهلا بك. كذلك معنا الشاعر جواد العامري، مرحبا بك. أهلا بكم. مرحبا وأهلا بكم وقناتكم الجميلة. شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لإبداعك الذي يتواصل معنا في هذا البرنامج. معنا الكاتب نزار العطواني، بالتأكيد سنتحدث عن رأي المثقف العراقي، ونناقش أيضا إصدارك الجديد الإلهيون في المقاومة الإسلامية، يعني نبارك دائما، والكتاب موجود بالتأكيد في الأسواق. أهلا وسهلا بك أستاذ. أستاذ هاشم، نبدأ منك وأنت من أرباب الدار هنا تحضر معنا دائما. فكرة المتحف المتجول. الله يبارك بيك. طبعا العراق أول من تسلق هامات الأرض معلن ولادة حضارة لعقول عراقية، أورثت لنا مجدا وعزا وشموخ، وإنسان أبى على نفسه أن يقول أنا الأول في كل الميادين. طبعا العراق هسه بكل الميادين هو الأول، ونحن نهتم بالماضي من منطلق العجز الحاضر، ولا نعرض تاريخ العراق القديم دوما لنباهي بما لسنا نملكه اليوم، ولكن شعب صنع كل هذا الجمال خلال تلك الآلاف من السنين لا يمكن أن يتحول إلى شعب لا يعرف معنى الحياة، شعب ولاد. طيب، من هنا نؤكد أن العراق كان وما زال وسيبقى قبلة للفنون والآداب والتميز والإبداع. فكرة المتحف، طبعا كل إنسان ابن بيته، يعني فترة من الزمن صار 49 سنة بشارع المتنبي ومطلع على طبعا ابن بيته، كل إنسان ابن بيته، يعني مكان، يعني ديوان الحكومة القديم، المكان هذا ذكرياتك في هذا المكان، بين سوق الصفافير، بين شو اسمه، فولدت عندي فكرة سويت 10,000 صورة لوحة عن العراق. جميل. هذا جهد شخصي يعني؟ طبعا جهد شخصي. هاي اللوحات تنعرض بالساحات العامة وبالمتنزهات وبالنافورات لأن ما تتأثر بالمي، وبجميع لغات العالم. أول فكرة جمعت كنوز العراق اللي بالمتاحف العالمية اللي تم التنقيب عنها وتحولت إلى المتاحف العالمية في برلين وباريس وبريطانيا. طبعا الصور طباعة بريطانيا بالعشرينات إلى حد الثلاثينات تم التنقيب عليها وتحولت إلى المتاحف العالمية. من تحولت الآن من خلال الصورة، يعني من أشوف يسافر لأوروبا ويشوف يزور المتاحف ويشوف العالم، يعني كله تدافع وكله على حضارة وتراث العراق. حضارة العراق يعني سبق للعالم، سبق العالم، أول حضارة بالتأكيد. فأنا من خلال الصورة جيت هنا طورتها لحد الآن 22 معرض متجول في مناطق مهمة في بغداد بالمتحف الوطني وجامعة بغداد، يومين سنتين عامين في الزوراء، يوم بغداد، وفي معرض بايد الدولي 4 مرات، ولاقست إحسان الجمهور بشكل جميل. يعني بالتأكيد دورك وجهدك بارز. يعني لدينا أحاديث طويلة عن المتحف المتجول نتواصل معك، فقط اسمح لي أن أنتقل أستاذ عادل القاسم. مرحبا بك أستاذ، حياك الله. يعني فكرة التنوير يعني ربما هي فكرة أوروبية ارتبطت بفترة النهضة وفترة الأضواء، يعني ما يعني محاولة نقل عراقيا من خلال مؤسستكم أم ماذا؟ نعم، هي فكرة فلسفية في الأصل. نعم، يعني فكرة فلسفية، لكن احنا عندنا أهم شيء هدفنا الأساسي الإنسان، الإنسان والإنسان هي إنسان قبل طواف وقبل الأديان. مبنى الأساس عندنا توصيل رسالة الإنسان إلى مجتمعنا، وعادة حقيقة احنا مرنا في أزمات، يعني مجتمعنا يمر في أزمة جدا ضيقة نتيجة الظروف السيئة والحروب
الظروف الاستثنائيه اللي جدا نتيجه الاستغلال الناس الوصوليين الى السلطه المتنفذين استغلوا الطائفيه واستغلوا القوميه واستغلوا الشوفنيه من اجل استغلال الشعب والصعود على اكتافه وتحصل حاصل. احنا بدينا دنعاني نحاول احنا نرجع الصفه الانسانيه لمجتمعنا، لان المجتمع العراقي مجتمع انساني. العراق يمر في طريق حريري منذ القدم، كان كل الحضارات الانسانيه مرت على هالبلد هذا، فمفروض احنا نرجع امجاد بلدنا برسالتنا الانسانيه نوصلها الى مجتمعنا. كيف بدات هذه الفكره؟ يعني فكره بدات عندنا الاستاذ عمار الساعدي. نعم. حقيقه بدات عندنا محاضر اسبوعيه احنا عندنا بالقشله، اساتذه بالفلسفه بالادب بالدغدغه العقل المواطن العراقي من صالون عمار الثقافي. نعم. يعني صالون عمار الثقافي. نعم. فنعمل على الاساس وجهودهم مشكوره. اساتذه عندنا اساتذه جامعات وعندنا ادباء عندنا رسامين عندنا شعراء، فيجون يقول محاضراتهم وتفسير وايضا شرح المبادئ ما تربط الانسانيه بهالثقافات. طيب استاذ عادل، يعني ما الدور الذي قمتم به في دعم الحركه الوطنيه العراقيه من خلال مهرجاناتكم استضافاتكم نشاطاتكم المتواصله؟ احنا بالعكس احنا القشله ساعدنا دليل، شوف تلاحظ هسه موجودين مهتمين وناس تتفاعل ويا فكره الانسانيه والمحاضرات التنويريه، وعندنا ملتقى ثلاثاء ثقافي على بجانب تمثال ابو نقاس، كل ثلاثاء عندنا ملتقى ويحضرون عندنا اساتذه وادباء ومثقفين وفلاسفه. عندنا فلا عبد الجبار حضر من محاضراته والقى محاضره بخصوص الرسالة الانسانيه، فبالعكس احنا عندنا دور فعال ونتمنى بان المنظمات الاخرى تسعى مسعانا من اجل ترسيخ الرساله الانسانيه في مجتمعنا. جميل جدا. احنا بصراحه احنا بدنا نفتقد الى نتيجه العنصريه الموجوده داخلنا، نتيجه زرع ولا مو اصاله وانما مؤقته صارت، نحاول نزيحها ونرجع الرساله الانسانيه الى مواطن العراق. ان شاء الله بالتاكيد يعني سوف ندخل في عمق حركه التنوير ودورها في دعم الاهداف الوطنيه في الساحه العراقيه. يعني انتقل الى الشاعر جواد العامري. حياك الله استاذ. حياك الله. نورتنا. اهلا وسهلا بك. يعني الشاعر قيمة عليا في العراق، في بلد يزخر بالشعراء، يعني نريد أن نرى رأي الشاعر العراقي فيما يجري من أمور وطنية يمر بها العراق على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي، رؤيتك أنت. والله بالنسبة للشاعر سلاح خطر بالنسبة للوضع السياسي بالوقت الحاضر، لأن الشاعر هو الوحيد اللي يقدر يوصل صوته. يعني مرات يجيك شخص ما يعرف غير بس السب والشتم، صح ولا لا؟ الشاعر لا، يوصل صوته بطريقته لأنه مثقف، والشيء اللي يريد يقوله بطريقة بحيث يوصل للمقابل. فالشاعر يعتبر خطر بالنسبة للسياسيين اللي يحيدون عن الطريق الصحيح. طيب يعني أنت بوصفك شاعر ومن رواد شارع المتنبي، يعني ما الدور الذي قمت به في يعني خدمة الحركة الوطنية العامة؟ والله احنا هنا في ظل قلت نقول الارهاب والظل الطائفيه اللي وقع بها العراقي، احنا نريد نجمع شمل العراق بقصائدنا. مثلا عندي احد قصائد اقول بها هنا بغداد، هنا مهد الحضاره وارض الاجداد، هنا الشيعه هنا السنه والاكراد، هنا جسر الائمه وباب المراد، هنا دليم وسواعد والجميلات، وابو محمد بهادل والشويلات، هنا زبيد وربيعه والمعمور، وبني لام ويشمر ويا الجبور، هنا رمز الثقافه وانتم واحنا مثل باقه ورد مشتوله بالجنه، هنا كل الطوائف تعبد الله والمنبر نكسره ليشعل الفتنه، والمنبر نكسره ليشعل الفتنه. جميل جدا، حياك الله. بالتاكيد يعني نعود اليك في رايك فيما يجري على الساحه السياسيه، فيما يجري من ازمات يمر بها الوطن ومحاوله الخروج منها. انتقل استاذ نزار العطواني. حياك الله، مرحبا بك، نورتنا. يعني اتمنى ان تتحدث لنا اولا وللمشاهد بالتاكيد عن ثيمه كتاب الالهيون. احسنتم. نحن عندما نطالع التراث الاسلامي هناك اكتساب لعده مفاهيم، وكل مفهوم سرعان ما تبحث عن مصادق له. اما على المستوى الفردي فكثير ما تلقى هناك جمله من الاشياء الفرديه التي
يكون هناك انطباق من المفهوم على المصداق، لكن بالمستوى الاجتماعي لا، قد يصعب عليك أن تتجد فئة تطبق المنظور الإسلامي بكل حيثياته وأبجدياته كما رأيناها في أمة حزب الله. أمة حزب الله أمة انتعشت في جميع فنون الحياة، وانتعشت فنون الحياة بها. أنا أحببت هذه الأمة منذ عام 2006 أثناء حرب تموز، وبدأت أقتفي آثارهم وأطالع ما هي المرتكزات الأساسية التي بنى عليها حزب الله هذا الإنجاز الضخم حتى صار قيمة عليا يحتذى فيها في جميع بلدان العالم الإسلامي والإنسان الآخر. يعني من هم الإلهيون؟ الإلهيون يعني حسب وجهة نظر الكتاب هو المجتمع التوحيدي الذي ينظم الذي يتخذ من الإسلام المحمد الأصيل المودجا حيا له. جميل. وهذا على غرار ما نشاهده من الحركات التي ظهرت أمثال داعش وغير داعش التي تتهم بالإرهاب وغيرها. حزب الله حركة حية مقاومة اتخذت من الإسلام المحمد الأصيل أبجدية لها، والآن هي يعني تمثل مدرسة حية يحتذى فيها على كل جمع. طيب يعني أنت تحدثت وتطرقت إلى داعش، ويعني مرات يصير في الساحة العالمية وفي الساحة العربية في الأمة الإسلامية حركات تدعي الإسلامية لكنها تمارس الإرهاب. نعم طبعا. يعني في هذا ما المسببات يعني حسب وجهة أولا نظرة. نحن لم نفهم الإسلام في ذاته حتى نميز. الكثير من الشعوب الآن لديها حالة من التناقض، فتارة عندما يكون الشاب العربي خصوصا يطالع إسلامه بطريقة جيدة ويطالع مفاهيم الإسلام وما جاءت به الكتب الإسلامية، سيكون لديه من السهل ومن البديهي جدا أن يميز ما هو الإسلام الحقيقي وما هو الذي يتخذ من الإسلام شعارا له ولربما ثوب، وسرعان ما يكون له حد وينتهي. حزب الله لو طالعنا سنجد أنه مجتمع توحيدي قادر متفاهم يبحث عن الوحدة وينبذ الطائفية ويدعو إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. طيب يعني وجوده داخل لبنان. نعم. يعني الجيوسياسة. أحسنتم. نحن الآن مثال بسيط، نحن الآن جالسين في جو ربيعي وطيب وشوف الناس كلها فرحانة، هذا من الذي وفر له الأمن في جو يغص في الإرهاب؟ المقاومة العراقية والجيش العراقي هو الذي وفروا الأمن بتضحياتهم بدمائهم، وبالنسبة لحزب الله جعلوا من لبنان واجهة حية وقدوة حية وله مكانته السياسية والجغرافية وذات طابع حيبة بالنسبة للدول المحيط والإقليم. جميل. يعني نعود إلى الكتاب ونتناقش عنه. نذهب إلى الأستاذ هاشم طرات، حياك الله من جديد أستاذ. أستاذ يعني الحديث عن متحف متجول هي فكرة ربما جديدة عراقيا لكنها شائعة أوروبيا، آلية نقل هذه الفكرة يعني بالعراق. المتحف الأول من نوعه بالعراق، المتحف المتجول الثقافي يدخل في حوار بصري من خلال النافذة السحرية للصورة واللوحة والبصالح الفنية، يدخل في حوار بصري من خلال اللوحة والصورة، من خلال الصورة واللوحة، ويحرض مخيلة المشاهد ويتعول للتأمل ويبث الحنين بداخل ليرى محطات الذكرى والتجوال في العصور السالفة. المتحف يعني أصبح علمي، كليات، جامعات، طلاب المدارس من رياض الأطفال إلى كل المراحل الدراسية، كل المراحل الدراسية، فباقي الأيام المراحل ويوم الجمعة إلى عامة الناس. يعني الآن عملكم فقط يوم الجمعة تفتتحون هذا المتحف؟ لا، باقي الأيام أستقبل اللي جاي من المحافظات، شارع متنبي مزدحم باقي الأيام، اللي جايين من المحافظات والجايين، وهسه عطلة ربيعية، فباقي الأيام أستقبل وقت الدوام، أستقبل جامعات، أستقبل كليات، أستقبل جروبات. يعني هذا الأسبوع أنا جروب من البحرين جامعة تكنولوجية قسم العمار، قسم العمار المعماري المعمارية. نعم. المعمارية. نعم. عفوا من كل يعني. طيب يعني نوع المعروضات التي تعرضونها في المتحف يعني مقتصرة على الصور الفوتوغرافية أم لا؟ طبعا مصالح ومهن فنية، النحت على الخشب والنحت على الحجر والكتابة على رسومات على الحصى، يعني أكو ناس فنانين، لوحات تشكيلية، لوحات فنية، 50 فقرة بصورة منهجية عن العراق،
حضارة وتراث وعلوم وفنون وآداب وشخوص بشرية فاعلة ومؤثرة. يعني 50 فقرة. أغلب هذه الأعمال لمن؟ يعني لفنانين عراقيين مساهمين في المعرض، أم يعني أنت تنتقي الأشياء وتطبعها؟ عند الرواد الفنانين القدامى كل واحد إلى لوحة، أنا بنفذها في كل واحد إلى لوحة ونبذة عن حياته. هاي تعتبر ثوابت؟ نعم ثوابت، هاي ثابتة للمتحف، يعني 10,000 صورة وتنعرض بالساحات، قلت لك بالساحات العامة، بالمتنزات، بالنافورات مال المي، بالبلاجات، ما تتأثر الصورة، وبجميع لغات العالم. يعني عندي فكرة أنا أول يعني أتجول بالعالم، لأن العالم الأجنبي والأوروبي بس يدي يشوف المضمون وين مكان معروض. يعني قبل تنعرض التراث والحضارة والشغلات في قاعات بس الطبقة الاستقراطية تشوفها، هسه لا، عامة الناس يعني. وهذا شيء جيد أن يصل الإبداع والفن إلى عامة الناس، شيء ممتاز يعني. بالساحات العامة بالمتنزهات قلت لك يعني فشي يعني، ومستمر بهذه الحالة. فنانين يستقبل الفنانين، يا اللي أي فنان عنده موهبة حتى على الفطرة أو أكاديمي أو شو اسمه استقبله ونقله المكان وتتفرج عليه الناس، والفضائيات تنقل إبداعه وتنقل فنه، لأن يعني العراق غني. جميل جدا، غني في كل شيء. جميل بالتأكيد، يعني جهد غني ومتواصل من خلال الصورة والمعروض والمتحف والمقتنيات. يعني تفكرون في أن تكون مقتنيات المتحف يعني تماثيل أشياء أخرى؟ نعم بعد نعم، مضافة. أفكار هواية وتتنفذ في دور تأسيس، صار سنتين يمكن يوم كل يوم إضافة جديدة حتى تتسع لكل ما يتمنى العراق، عراق الحضارات وعراق التراث وعراق العلماء وعراق الأدباء. جميل. فمستمرين إن شاء الله. أستاذ هاشم نتواصل إن شاء الله في هذا الموضوع. أستاذ عادل مرحبا بك من جديد. يعني نريد أن نعرف يعني رأيك أنت، وأنت يعني أنتم مؤسسة ليست مؤسسة تكتفي بإنتاج الثقافة، أنتم تنتجون الفكر وتحاولون اجتراح رؤية جديدة للمجتمع العراقي، وهذا في البداية يعني يحتاج إلى تشخيص واضح لما يجري على وجه الوطن. كيف تنظرون ما يمر به الوطن العراقي حاليا من داعش ودخولها إلى العراق ودور القوات الأمنية في هزيمة داعش والمرحلة التي يسير إليها العراق؟ حقيقة احنا تنوير الإنساني منظمة من منظمات مجتمع مدني، ونعمل ضمن هالمنظمة هاي، ونحاول بقدر المستطاع توصيل الرسالة توعية الناس. حقيقة يعني ناسنا نتيجة قلت لك ظروف الصعبة ابتعدوا عن المطالعة، ابتعدوا عن التمدن، خلينا نقول تمدن تحضر نتيجة الظروف الصعبة. فبصراحة من 2003 وصار التغيير نظام السياسي نتيجة الظروف الصعبة، صار عندنا رجوع مع الأسف للثقافة، بدل ما الثقافة تقدم إلى الأمام صار عندنا رجوع للخلف نتيجة المحاصصة، نتيجة الطائفية، نتيجة الحروب اللي صارت، نتيجة الدول الجوار اللي تحاول بقدر الإمكان ضرب نظام العراق الجديد، لأن مؤمن من هواهم أو مؤمن من ضمن رؤية منطلقاتهم. فخلقوا لنا النظام بالبداية قاعدة، وبعدها التفجيرات والحروب صارت بعد دخول داعش إلى المنطقة واحتلال العراق. طبعا هذا سبب الى تخلف بالوعي، لان ليش نشوف مثلا سبيل المثال في الانتخابات اللي تصير بالعراق قبل الانتخابات بفترات وجيزه تبدا تصعيد الازمه. نعم. ليش؟ حتى لجذب الناخب. مو جذب الناخب، وانا بيدفعون كل فئه او الطائفه الى جهته، الفئه الفلانيه او الطائفه الفلانيه تحاول ضغط على الجهة الثانية، ما حد شنو الناس اللي متمينة. يعني ما الحل بوجهة نظرك؟ الحل الوحيد التنوير، الثقافة، وإيصال الرسالة الإنسانية، تفاعل الناس أولا. ثانيا دليل احنا منظمتنا منظمة مجتمع المدني تنوير الإنساني سنة 8 أشهر احنا بساحة التحرير نطالب إصلاح والتغيير. هذا اللي تقول عليه، شو احنا نريد إصلاح. الحكومة لحد الآن دعت بالإصلاح لكن ما تقدر تصلاح. البرلمان اللي شعب انتخبت لحد الآن أو بالبداية من صار ضغط جماهير واسع انطوا صلاحية توفير للحكومة كل الإصلاحات، بعدين سحبوا حتى رواتب الأثر رجعوها. يعني رؤيتكم كيف يتحقق الإصلاح؟ يتحقق إصلاح
صياع الحكومة لمطالب الشعب التي هي المطالبة بالإصلاح. بإصلاح الإصلاح الفساد يعني الإداري. الآليات يعني نريد أن نتناقش في الآليات. يعني الإصلاح هو مفهوم مبارك والجميع يؤيده من المرجعية الدينية إلى الجماهير وبصورة عامة. طيب آليات الإصلاح ما هي؟ آليات الإصلاح أولاً إحنا دعات فقط، ما بدنا إحنا مجرد عن كلمة عندنا، كلمة وصل كلمة، لا عندنا سلاح، لا عندنا شيء، لا عندنا. يعني قد يكون المثقف هو حامل الخيط السحري الذي نعم ممكن أن يقود المجتمع نحو صلاح. أولاً على الحكومة والبرلمان التخلص من المحاصصة، لأن المحاصصة أساس فساد الإدارة الدولة. طيب بعد. وثانياً دعم القطاع الحكومي، دعم إعادة هيكلة الصناعات الوطنية، إعادتها مرة ثانية، وعندنا مطالب مقنعة بكل دوائر الدولة، حكومة تدفع رواتب الموظفين، موظف قاعد مو قاعد لأن هو ماكو شغل، يعني المفروض الدولة ترجع بإعادة هيكلة المؤسسات الدولة وتشغيله، هذا أيضا ينطي فد حافز للتطور، تطور المجتمع وتقدمه. وعندنا بعدين عندنا الشيء آخر نريده التغيير النظام البرلماني، هذا اللي كارثة. يعني أنتم مع نظام رئاسي أم؟ لا مو نظام رئاسي، إنما تغيير البنود الانتخابات، قانون الانتخابات. أي قانون الانتخابات؟ يعني نعم، ما به قانون الانتخابات. الانتخابات يعني مع اعتراضك عليه. سبيل مثل إحنا تنويريين أو ناس مثقفين، إذا ننتخب زيد من الناس، زيد من الناس يطلع 10,000 20,000 16,000، ما له صوت، أصوات وين تروح؟ أصوات 20,000 وين تروح؟ للقوائم الفائزة. لا غيروها على سانتياغو المعدل، أصبح للخاسر الأكبر ليس للفائز الأكبر. يعني بالانتخابات الأخيرة عمر هم افتروا على مرة لوخ، افتروا هم يصدرون قرار شغلات بالأخير من سر واقع حال يغيروها. جميل، يعني نتواصل في هذا الموضوع. نذهب للأستاذ جواد، حياك الله أستاذ جواد. يعني كيف تقرأ ما يجري على الساحة سياسيا في بطولات الجيش العراقي في تحرير المدن، يعني بوصفك شاعر، مواكبتك لهذا الجانب؟ والله ما دام يعني اكو تكاتف هسه بالمجتمع اكثر من قبل، واضافه الحشد الشعبي اللي راح يحسم الوضع وسيحسم حتى الوضع السياسي بالعراق ان شاء الله. هذا من جانب السياسي. اما بالنسبه للمتنبي يعني اريد احكي لك، لديك تعقيب على نعمي والله. المتنبي يعني يعتبر هسه المنتدى الوحيد ليس بالعراق فقط وانما بالعالم، يعني هو اكبر من منتدى، هو يعني هايد بارك للثقافة، يعني أكبر انطلاقة حرة للرأي. نعم. أكبر منتدى عالمي، مو أقول لك منتدى، هو بالنسبة أصبح المتنفس الوحيد للمثقف العراقي. نعم. وشوف رغم الجراحات اللي موجودة عندنا، شوف المجتمع باع شون، يعني كل من عنده هواية وكل من عنده رغبة وكل فنان وكل موهوب يجي هنا يقدم موهبته. يعني طبعا في داخلك ما السبب؟ يعني السبب لأنه يعني ما السبب الذي جعل هذا المكان يجتذب هذا العدد؟ هو اولا شارع تراث حضاري يعني، وبالنسبه للساحات الموجوده به مثل هاي الساحه اللي احنا هسه جالسين بها، ساحه القشله، وعندك المنتدى الثقافي، ففي مساحه واسعه لاستقطاب المثقفين. نعم، جميل جدا. طيب يعني تواصل على لسان عندما استشهد لك على لسان مغتربين اجوا هنا يمنا كوننا شعراء ونلقي شعر، قالوا لنا احنا نتوقع الحياه متوقفة بالعراق، ولكن حينما من جينا هنا وشفنا المتنبي، هذا المتنبي وشارع المتنبي واللي يدور بالمتنبي حتى بألمانيا وبأوروبا ما موجود. نعم. يعني بالتأكيد نحن نحاول أن ننقل الصورة من هنا من المتنبي إلى الجميع بأن العراق هو يعني بلد الحياة دائما رغم كل ما يمر به من ظروف، هو يبقى بلد حياة. سيد نزار مرحبا، يعني نرجع إلى الإلهيون، نرجع إلى إصدارك هذا الإصدار الجميل والمبارك إن شاء الله. عودة إلى يعني مفهوم المقاومة الإسلامية الذي أخذت نموذجا له، المقاومة في جنوب لبنان، يعني رؤيتك بتعميم هذه الفكرة على بقية الدول، هذه فكرة خاصة يعني لمنطقة معينة أم هي فكرة عامة لها جذور أكبر من هذه المنطقة؟ أحسنتم. في البدء إحنا يجب أن يكون لدينا فهم للمقاومة. المقاومة بالنتيجة النهائية هي ليست سلاحا يطلق النار أبدا، المقاومة هي فن، هي فكر، هي أسلوب في الحياة،
تارة تأتي في معناها، يعني المقاومة هي في فطرة الإنسان في كل شيء. أنت لا تقاوم الجهل إلا بالعلم، لا تقاوم المرض إلا بالشفاء وهكذا. ومرة تجي في مفهومها العام، لا، نحن المقاومة أولا، المقاومة احتاجناها، نحن تعرضنا لعدة احتلالات. يعني مثلا أنا عندما أتي إلى حزب الله، ولادة حزب الله 1982 وكان الاجتياح الإسرائيلي. طبعا عندما انطلق حزب الله انطلق من خلفيات وأسس إنسانية ودينية وقانونية، لذلك اليوم نحن بحاجة إلى أن تكون هذه المقاومة نموذج حي حتى في العراق. طبعا هناك يعني جميع فصائل المقاومة هي فصائل قوية وشريفة وأعطت من الدماء ما أعطت، لكن نحب أن تكون لها غرفة عمليات واحدة وتتخذ من حزب الله نموذجا حيا لها. سيد نزار، يعني فقط أذهب إلى فاصل وأعود لأناقش معك هذا الموضوع. أعزائنا ابقوا معنا، فاصل قصير ونعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا. من جديد ما زلنا متواصلين معكم في حوار بنكهة المتنبي، ومن جديد ترحيب بضيوفنا الذين يحضرون معنا، آراء المثقفين العراقيين وهم يستقرئون الشارع السياسي والاقتصادي والفني والثقافي بصورة عامة. توقفنا معك أستاذ نزار، حياك الله من جديد. يعني كنت تتحدث عن غرفة عمليات مشتركة يعني للمقاومة. يعني أولا، كيف ممكن أن نصل إلى هذه الغرفة، غرفة العمليات المشتركة؟ ثانيا، ما الغاية؟ نعم، أحسنتم. طبعا إحنا في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد أن اندلعت شرارة داعش الإرهابي، هناك سوء فهم من الجمهور للإسلام عموما، يعني ولد بعض التصورات الخاطئة، خاصة الغرب. يعني الغرب الآن، أحسنتم، الغرب. يعني وصلت له فكرة الإسلام. نعم. يعني من خلال داعش حقيقة، بالإضافة يعني إلى يعني بعض القنوات العربية التي حاولت شيطنة يعني مفاهيم المقاومة حتى تجد لها مصادق مشوهة. فبالتالي نحن عندما يكون لدينا روح الاتحاد، سنعكس صورة الإسلام المحمدي الأصيل. في الفرقة دائما ما تجد يعني تكون بيئة حاضنة للفرقة والخلافات وما إلى ذلك، وبالتالي الساحة الجهادية في العراق تعطي المزيد من الدماء، وهذا كله سيذهب سدا إذا ما كانت هناك غرفة عمليات واحدة تجتمع تحت راية واحدة يجمعها حب العراق. جميل. يعني نعود إلى مسألة غرفة العمليات المشتركة والموجهات. نعم. التي الواجب اتخاذها. نرجع للأستاذ هاشم طراد، حياك الله أستاذ. يعني وإحنا أخرناك عن مواعيدك، آسفين أستاذ هاشم، ولكن تعرف بأن المتحف المتجول هو ظاهرة جميلة من ظواهر الوطن ومن ظواهر القشلة أيضا. أستاذ هاشم، يعني المقتنيات التي تشرفون عليها، يعني هناك جهد فردي، هناك جهد جماعي، أنتم مؤسسة، هناك مساعدة، يحتاج المشاهد أن يعرف دائما. المتحف المتجول الثقافي منظمة مجتمع مدني، أيضا مؤسسة مستقلة، ما تنتمي لأي جهة سوى العراق، سوى العراق. طبعا كل هذا مدفوع شخصي، وياي كم شخص إنسان يعني مساعدة ولا شبه مساعدة، بس يوم الجمعة هذا لا يكفي. طبعا لا يكفي. إذن يعني ما المطلوب؟ المطلوب يعني يشوف عملك من يتكلم، عملك من يتكلم، يشوفون هم. المفروض الدولة تجي دا استقبل المدارس، دا استقبل كليات، دا استقبل جامعات، دا استقبل مدارس، بالرياض الأطفال، خذوهم صغار، خذوهم يعني من كل الجنسين، من كل الجنسين، ومستمر بالعمل. يعني ما الفائدة؟ مغتربين عراقيين، كل المغتربين، العوائل اللي يجون باقي الأيام استقبلهم ويشوف. يعني أنتم المشروع غير ربحي، هو غير مشروع طبعاً ثقافي بصورة عامة. غير ربحي. يعني طيب، يعني ما الفائدة الوطنية التي يحققها المتحف المتجول للجمهور؟ طبعاً هو إنسان يكون سعيد، يسرب دمه من زمان، يعني من صبا لحد الآن واحد مستمر بالعمل ويشوف السعادة، يشوف وين الإنسان سعادته في هالشيء، هذا في هالشيء يعني شيء جميل. يا عراق يا عراق، أنت الحب في كل خفاقاته، وأنت الهوى يا قبلة الأمصار، سلمت ريشة وطاب خيالي، وبالذي كان
دونه الأمثال، يعني الأمثال كلها كانت دون العراق، العراق كان بال... طيب يعني بعيدا عن شارع المتنبي، بعيدا عن القشلة، تفكرون في أن يكون هذا المتحف المتجول في أماكن أخرى غير يوم الجمعة مثلا؟ شغلة بسيطة، يعني قلت لك كان 22 معرض جوال. نعم. في بغداد يعني وفي كربلاء يعني حسب الحسينية. ألف صورة خفيفة، يعني جنطتين حقيبتين، أي وزارة أي دائرة يدزون إيفاد 4-5 هم يأخذهم يروحون للدورة، أنا أو غيري واحد يروح يعرض، وأنا كثافة بشرية يعرض بالساحات العامة وبلغة ذيك الدولة. هاي حضارات وتراث العراق، 7000 سنة عمر العراق، 7000 سنة نطيف الدولة بالعالم، 7000 سنة عمرها. جميل، 7000 سنة تحمل بحقيبة لتعرض على الناس بصورة مميزة، هذا شيء رائع. فشي يعني فشي يبهر بس اليد واحدة ما تصفق، تمام تنثر وتمام تزرع وتمام تكتب بس ما تصفق، لازم يعني لازم تعاون، لازم مساعدة، لازم مساعدة. جميل أستاذ هاشم. أستاذ عادل مرحبا بك من جديد. أستاذ عادل، يعني يمر البلد بأزمة اقتصادية خانقة يعني قادته إلى اتخاذ قرارات تقشفية شديدة، يعني رأيكم ثقافيا بما يجري؟ والله في الحقيقة مشكلة العراق أزلية اقتصاديا، لأن اعتمدوا على ريع النفط، وهاي مشكلة كلش عويصة. يعني مفروض العراق يعتمد مثل حالنا حال بقية الدول الخليجية، أيضا هم عدم نفط واعتمادهم على كشير، واستثمروا نفط في مجالات أخرى صناعية. يعني معقول احنا نستورد بلد نهريا نستورد بطل مي من السعودية لو من الكويت؟ فالمشكلة تيجي بأن احنا أهم شيء مثل ما قلنا تفعيل الصناعة، إعادة تأهيلها، تفعيل الزراعة، وعندنا مجالات أخرى سياحية، عندنا مجال كثير من المجالات. إحنا لحد الآن كل مجالات معطلة، اعتمد الأساس النفط، نفط نزل اقتصادنا انتهى. فيجب على الحكومة انتبع لها النقطة، كافي عادي اعتمد على ريع النفط. من زمان كثير من الأحزاب الوطنية دعت الحكومة يا بعتمدوا على بقية القطاعات الصناعية أخرى، فعلوها، لأن النفط مو دائم، احتمال تصير حروب، تنقطع طرق التصدير، والحل شلون يعني؟ فالمفروض الحكومة ترجع إعادة نظر باقتصادها، وخلي نعم النفط أساس، لكن استثمر في مجالات أخرى دعم الاقتصاد الوطني. طيب يعني هذا الذي جرى من أزمة اقتصادية تظنه يعني بريئاً أم هناك أيادي سياسية عالمية أسهمت فيه؟ أكيد كلها هي سياسية، هي غاية من القرار الأول والأخير الأمريكا وأدوات تنفيذها دول الخليج، فأرادوا يضربون الدولتين أساسية. إحنا ثانوية ضربتنا الاقتصاد، لأن اقتصادنا ضعيف، أساسي يضربون إيران وروسيا. وفعلا فنزويلا نتيجة السياسة هذا سقطوا حكومة شافيز، أي قرار سياسي دولي. فإحنا علينا إحنا يجب أن نتدارك هالأمورات حتى ننقذ شعبنا واقتصادنا. يعني نعرف بلغة الاقتصاد أن إيران وروسيا يعني هما مصدران غاز، والغاز يعني لم ينزل سعره، يعني تقريبا ألا تحس بأن العراق أوذي أكثر؟ نعم إحنا صحيح أكثر، لأن اعتمدنا إيرانيين خلال الحصار. نعم. بلوا اقتصاد جيد لهم. يعني حصار إيش قصر عليهم حصار؟ إلى إيش قصر 27% تأثر بالحصار، بقية واعتمد على الاقتصاد الوطني مالتهم. إحنا ما عندنا اقتصاد وطني، ما عندنا كل شيء ما عندنا. طيب يعني الآن يعني هاي شخصنا المسألة وعرفناها. آليات الحلول، ونحن الآن نمر بأزمة خانقة، يعني على مستوى دفع رواتب الموظفين تخرج لنا التصريحات بين آونة وأخرى بأن الدولة عاجزة عن دفع الرواتب ربما في الشهر الفلاني، وتعرف تبعات هذا الأمر على المواطن، تبعاته ربما في استفحال الجريمة ومقارعة الجريمة أيضا. نريد أن نصل إلى فكرة، إلى حل. والله الحل، إحنا الحل شو الحل؟ إذا الدولة هي مفلسة، مو هسه مفلسه الدوله، بال 2014 بدا نص 14 بشهر السادس فلسه انتهت راحت، وبقت تجر الخساره. يعني قوانين جديده، تشريعات جديده، دعم المنتج الوطني ممكن. الان يعني مثلا الدوله اعتمدت على فرض الضريبه والجمرك، هذا ما يشجع النتاج الوطني. طبعا ضروره، ضريبه ضروره جدا على الجمارك، بوابات الدخول للتجاره، يعني يجب يعني ضريبة ضرورية حتى على كل مجالات الأنشطة الاقتصادية حتى الزراعية ضرورية يعني، ولا شلون اسم الدولة تعيد نشاطها؟ بس شيء آخر، عندنا مثلا عندنا اكو موضوع بعنقة شو اسمه عقارات الدولة،
يعادل ما ادري 20 مليار دولار ما ادري ايش قد، المن راح تنباع هذني؟ هاي خساره اخرى لسراخ اخرين، هذا اللي ماكو يكمل الغرقان غطى. اخاب عندنا بدوله عندها بعد شغلات امراض ايضا راح تنفع القرارات ويبوقوها ايضا باسماء هذول الناس المتنفذين بالدوله. جميل. استاذ جواد مرحبا بك من جديد. يعني رايك فيما يمر به البلد من ازمه اقتصاديه، يعني ممكن المثقف ان يسهم في صناعه الحلول؟ والله احنا كمواطنين بسطاء يعني، بس نقرا الواقع، الوضع الاقتصادي اللي دور بالعراق والتقشف هو يعني وضعين صار له مسببات، له الوضع الخارجي. الان نناقش المسببات. نعم المسببات. السبب الخارجي اللي هي السياسه الخارجيه، قبل كان النفط من تنزل اسعاره الدول المصدره للنفط توقف الانتاج حتى يرجع يصعد سعر البرميل. هسه اكو دول تعرف معادية للوضع العراقي وتريد العراق انه ينتهي، فتصريحاتهم تقول له البرميل يوصل بسعر الانتاج من صعد سعر، من قلل الانتاج، من وقف الانتاج عفوا. هذا سبب. لا العفو، حتى لو بخساره هم يوقفها. رحم الله والديك. هذا سبب. والسبب الثاني التخطيط الموجود عندنا مو تخطيط صحيح. السياسه الداخليه، السياسه الداخليه الاقتصاديه. يعني اضرب لك مثل، عندك ايران، ايران صار لها سنين محاصره، عقود من الزمن محاصره، ما اعتمدت على النفط، اعتمدت على شركات واستثمارها ومعاملها وزراعتها. بالوقت اللي محاصره بإيران هي الصدر، هي صدر منتجاتها. احنا اعتمدنا على قولة الاخ على ريع النفط فقط. النفط فدش كم سنه اللي قدام راح يوقف. زين وين معاملنا؟ وين شركاتنا؟ وين كان القطاع المختلط الموجود؟ عندك هسه احنا خلينا نمشي اسوه باقي الدول. عندك الامارات، الامارات اقتصادها ما معتمد على النفط، ما يعتمد على النفط، ما على الاستثمار، مو الشركات، وارض حره للاستثمار العالمي. هسه حتى لو ينقطع النفط لو ما يصدرون ولا برميل، الامارات تبقى هذا وضعها، وضع كلش راقي، وكل الدول اللي تروح لها بالسياحه والاستثمار تستثمر عندها. العراق باقي معتمد على النفط، وهذا الوضع اللي احنا صرنا به، وضع ما يبشر بخير، ونتامل. يعني نحتاج الى حسن اداره للملف داخليا. احنا نحتاج الى حسن اداره بالتاكيد، ونحتاج الى هاي العقول الموجوده عندنا الاقتصاديه. ليش ما يستثمرونها؟ ليش مستثمرينها بالخارج واحنا هنا ما نستثمرها؟ يسوون لنا تخطيط للوضع الاقتصادي العراقي. جميل جدا، شكرا استاذ جواد. استاذ نزار مرحبا بك من جديد. يعني يعني تحب ان تتناقش في الشان الاقتصادي؟ لك اراء. احب يعني ان ابدا من حيث ما انتهى به الاخوه. نحن جربنا العديد من الانظمه منذ التاريخ، جربنا الاموي، وجربنا العباسي، وجربنا العثماني، وجربنا الملكي، وجربنا البعثي. فهذه المقدمات التي تفضل بها الاخوه احتاجت الى النتيجه، وهي ان الجمهوريه الاسلاميه في ايران تعتمد على النفط من 26% إلى 28% من ميزانيتها الوطنية، من ميزانيتها الوطنية، بينما العراق اعتمد على النفط 98%، وهذه كارثة. فنحن كبيرة. أنا أفضل يعني ما أعرف هي رسالة للشباب ورسالة، نحن جربنا العديد من الأنظمة، لماذا لم نجرب الإسلام كحل؟ ولدينا نموذجا حي في الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من عظمة ومن هيبة، وصارت دولة نووية بإسلامها. نحن الإسلام الآن لدينا متهم لقلة الثقافة ولقلة الوعي ولقلة التنوير في هذا الجانب. يا حبذا لو يعني يكون لدينا خطأ في حياتنا مرة ونجرب الحكم الإسلامي. طيب يعني 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 أي إسلام؟ يعني راح يقول لك نعم. الإسلام بمذاهب. نعم. يعني أكو نموذج للحكم نعم. الإسلامي نعم. بأي مذهب، تحت أي توجه، تحت أي مرجعية، صح لو لا؟ أحسنتم. طبعا هو الاسلام في ذاته لا يحتاج الى بالتأكيد ان يكون يتبع الاسلام المحمدي، يعني من البدايه نعم. الاسلام المحمدي، لكن تعرف الان الاسلام. الان الاسلام نعم. عده صور، والدليل يعني لما تتحارب دول اسلاميه اذا نعم، يعني بما لما تتحارب دول كلها تدعي الاسلام. هذا يقودنا الى سؤالك الاول، لماذا صنع الداعش مثلا، ولماذا وجد التيار الوهابي؟ هذا التيار مهما ادعى الاسلام لانه تيار متخلف، لا يحب الحياه، يولع بسفك الدماء وما إلى ذلك. نحن نحب الإسلام في طبيعته الأساسية، لا يهم من يمثله، المهم أن تطبق النظريات الموجودة في القرآن الكريم حتى يعني نكون على أعتاب دولة متقدمة كما تفضل الأخوة. طيب يعني في الجمهورية الإسلامية. أستطيع أن
جميل. يعني شكرا لهذه المداخلة الاقتصادية والرأي. أستاذ هاشم، يعني ذكرياتك في هذا المكان؟ والله ذكريات، يعني ذكريات جميلة. تعرف صار 49 سنة في المكان هذا في شارع المتنبي، فإشكال يعني طلبة المدارس والجامعات قبل مال الدول العربية كلهم يدرسون بالعراق أيام الستينات وأيام السبعينات، كلهم يدرسون هنا بالعراق. فشوف طيب هذا المكان، يعني ما تذكره عنه في 40 سنة ماضية؟ القشلة كانت مفتوحة أم نظام حكم فقط ممنوع الدخول إليها؟ ديوان الحكومة القديم، كان ديوان الحكومة القديم، بعدين أيام النظام السابق صار متحف الصمود والتحدي. متحف الصمود والتحدي كان قلوي جاب سيارة وإجا هنا. نعم. يعني كنت تتوقع في لحظة ما بأن هذا المكان سيتحول إلى بؤرة من بؤر الحياة ويكون هناك متحف متجول فيه ومؤسسات ثقافية أم ماذا؟ الشارع المتنبي كان بصورة عامة يعني ملتقى. يعني شارع المتنبي المقاهي. نعم. حتى المقاهي هاي أم كلثوم ومقهى الشابندر ومقهى حسين العجمي ومقهى، هذا كله ملتقى الأدباء والشعراء والفنانين. بعدين يعني من صار انفتاح وراء انفتحة القشلة وانفتح المركز الثقافي، يعني الناس قامت عرفت، قامت تتجول يوم الجمعة مركز تربيه أبو الأدب ببحد، أبو الثقافة وأبو الشعر ببحد، يعني متقسمين متقسمين، فالشيء لطيف وجميل. وأصبح الرئة يتنفس بها المثقف يوم الجمعة يوم الجمعة. طيب يعني قريب من الملف الثقافي والاقتصادي، نلاحظ بأن أغلب الرؤى والطروحات تميل إلى الخصخصة حاليا. يعني يقول لك خصخصة الشركات، خصخصة المؤسسات، إخراج الشركات الوطنية التابعة للحكومة إلى القطاع الخاص. نستطيع أن نخصخص الثقافة أيضا؟ يعني متحف متجول أو سينما أو مسرح أو جلسة شعرية، نستطيع أن نعطيها إلى شركات استثمارية لكي توصلها إلى سقف مالي معين للمساعدة في دعمها؟ التنافس حلو وإبداع يصير، يعني إبداع يصير، كل إنسان يبدأ يبدأ. إذا كل شيء على الحكومة، كل شيء على الحكومة، يعني الحكومة تعرف أنت موظف، يعني موظف يشطب اليوم مالته ويدير وجهه ويروح. بس لا، الإنسان اللي في اسمه يعرف شلون يطور نفسه ويعرف شلون يطور نفسه، فإبداع يزيد، كل شيء يزيد إبداع بالعمل بالإنتاج، بكل شيء يزيد إبداع. يعني على مستوى المتحف المتجول، تظن بأنه سينجح لو خصخص من قبل شركة أو مثلا يتحول إلى بطاقات للدخول أو ما إلى ذلك ليمول نفسه بنفسه؟ والله يعني أنا بالنسبة تابع للسياحة والآثار، للسياحة والآثار ما أقدر يعني أتصرف، وأنا منظمة غير ربحية، فالمفروض هم يعني يشوفون. وأنا قلت لك يعني شو إنساني دع عملك هو من يتكلم، يشوفون العمل ويشوفون المعارض ويشوفون العالم ويشوفون المغتربين ويشوفون طلاب المدارس والجامعات. وأنا بصراحة يعني بصراحة يعني ظروف زمان أموره واحد كل الزينة، بس هسه الظروف اختلفت، ظروف اختلفت. يعني أنا أجي باقي الأيام أقفل الباب علي وأنظف وأكنس وأرتب بإيدي، لازم مساعد، لازم معين، يعني تجيبه لازم تنطي، تجيبه لازم تنطي، ما رأيت أنا دعم لوجستي، دعم لوجستي والبتر. أثرت الأزمة المالية التقشفية التي يمر بها البلد على عملكم أم لا علاقة له بهذا الأزمة التي يمر بها البلد؟ والله يعني بالنسبة للمثقفين، المثقفين كل جمعة يعني يحسب يوم يوم الجمعة شو وقت تجي، لأن عيد كل مثقف عنده يوم الجمعة هو عيد، يجي يعني يزاول عمله ويزاول الناس، هو سعيد من يخدم الناس، كل إنسان يخدم الناس يحس بنفسه هو سعيد سعيد. فيعني التأثير بالنسبة للثقافة، الثقافة لم تتأثر كثيرا الشارع العام، العالم تشتري كتب، يعني كل مستمرة، يقصر على نفسه يقصر على نفسه في يجمع في سبيل يشتري له كتاب، لأنها تسرب دمه تسرب كيانه، فما يقدر يبطل، يعني يحسب يوم يوم للجمعة ايش وقت تصير الجمعة حتى يجي المثقف. يجون من المحافظات، من المحافظات، أنا أعرف جماعة أصدقائي يجوني من المحافظات ويرجع ورا الظهر الساعة 3 حتى من دول العالم، يعني حينما مغتربين يأتون بشكل يقول لك بس أريد أجي للمتنبي. أنا 5 سجلات ذهبية من الأعمال العامة الدنيا كلها، الوزراء، نواب الوزراء إلى الجزمة، سجلات الذهبية والمغتربين الأجانب، المغتربين الأجانب بكل اللغات، الفرنسي اللي تعرفت، العراقيين بكل مكان بكل العالم، فمن يجي يتعلم
يعني يجي مغترب ما يلحق يوم الجمعة أجي أفتح له أراوي ينبهر ينبهر ويكتب ويكتب. يجي المتنبي أشوف يم القهوة يجي مغترب ماكو يوم جمعة يرجع يرجع مرة واحدة تفتح له بصورة خاصة فقط لكي يتجول. مرة واحدة تبرضت ما أجيت القشلة وإذا فد واحد يعني يقول بأوروبا بأوروبا العالم يسولفون بالمتحف يسولفون بالمتحف وأنا جاي وبكرة مسافر العمان دي يسولف هذا الرجل بكرة العمان ما أقدر الجمعة ما أقدر الجمعة يعني كان كلش متأسف وهذا لأن فشي حضاري فشي كنوز العراق بالمتاحف العالمية بريطانيا وفرنسا وباريس هاي بالدول الاشتراكية ماكو متاحف ماكو متاحف ضخمة ما يعرفون هاي كنوز العراق هاي أنا دا أقول كنوز العراق كلها من خلال الصورة وبلغة ذيك بالماجيك صبورة فوقها تنكتب بلغة ذيك الدولة هاي آثارنا 7000 سنة 7000 سنة كلها جامعة آثار الموصل كلها آثار المتحف العراقي الآثار اللي انسرقت الآثار اللي انهربت اللي كلها مجموعة 10000 سنة فالشي يعني فالشي أول من نوعه بالعراق أول نوع. مو أنا غيري يروح يعني نتمنى لك يعني صحة دائمة أستاذ هاشم الله يبارك يعني تأكيد لكي يظل الرواد الذين تعودوا هذا اللي يحز بنفسي يحز بنفسي يعني برايا يغلق الباب يغلق الباب وكل شيء انت وكل شيء لا إن شاء الله يعني عمل متواصل فني حرام وثقافي يعني قاعة كبيرة ما يدر 10 ما يدروها أنا بس عامل تنظيف ما عندي نظف فإلى متى كل إنسان عنده طاقة تحمل يعني لا والله مجنون يسموني المجنون جماعة بداخل المتحف يسميني المجنون أنت تسوي هيك يعني شنو هاي يا ما أقدر بدمي تسرب دمي تسرب دمي حضارة وتراث العراق يعني رئيس الوزراء مرتين قديم وجديد وقدم أول ما شكلت العرب زار فالشي يبهر فالشي يبهر يعني هي دعوة ورسالة معرض الكتاب نعم. معرض الكتاب العفو الكتاب الثاني الكتاب الثاني كل الأجانب والدول العربية والمكتبات والشغلات يعني نص جناح بأكمله معرض بعض الدول قاع رقم 2 آني يا أهلي يجي ينبهر يا يجي فالشي يعني أول من نوعه بالعراق جميل يعني هي رسالة من خلال البرنامج هي رسالة وطنية نعم رسالة نعم. وطنية تصل إلى الجميع وضرورة دعم طلاب المدارس نعم. والكليات والجامعات استقبالهم باقي الأيام وشوف الصفحة على الفيسبوك وشوف الصفحة على جميل على يعني إبداعكم واصل ومتفوق دائما الشهرة بالخارج أكثر من ذلك نعم جميل 7000 سنة جميل أستاذ عادل يعني أنت أشرت إلى منطقة دقيقة ومهمة يعني خصخصت بعض الملفات الحكومية أو الدوائر الحكومية يعني كنت متخوفا يعني تقول بأن ربما مجموعة من السراق تصل إلى هذه المؤسسات طيب يعني ما الحل؟ بس قبل هذا أحب إشارة طرق أخ يقول نظام السبب اتباع قانون نظام اشتراك في البلد أدى إلى تراجع الاقتصاد حقيقة مو هاي الحقيقة يعني الحقيقة احنا عندنا ارقى انواع السمنت بالشرق الاوسط سمنت العراقي ارقى انتاج الاجهزة الكهربائية العراقي قيثارة وغير قيثارة واخره عندنا الشركات الوطنية المؤممة وطنية الزيوت نعم. نعم كانت كلها تعمل وتعمل وتقدم احسن انتاج وعجلة الاقتصاد كانت ماشية لكن اجى نتيجة الحروب الارعن دخل ب8 سنوات حرب مع ايران وحصار 12 سنة أدى إلى تراجع كل هالأنشطة الاقتصادية بس هذا ما تنحسب عيب على النظام الاشتراكي هو بالنسبة للصدام ما كان نظام اشتراكي بس قوانين كانت اقتصادية موجودة هالشكل نرجع نقول إعادة تشكيل إعادة تأهيل الشركات وبإشراف دولة لأن هسه سياسة العراق يعني أنت الآن تعود إلى الاشتراكية أيضا اشتراكية إذن تأميم أنت تريد تأمن كان قانون يخدم البلد مو شرط يعني اشتراك جيد جدا مو معيب بس هل يكون مختلط خلي يكون قطاع خاص ماكو مشكله بس احنا عندنا اكو نظام عالمي عراق تصدر نفط عراق ما تنتج بعد عراق يعني غير لا اقتصاد ولا زراعه تصدر نفط تاكل ما من حق الشعب العراقي ابداع باي نشاط اخر هذا النظام انا حسب رايي يعني اعتقد نظام عالمي يعني الآن نتحدث عن شركات عراقية معروفة هسه نرجع للأنشطة الاقتصادية خلي ترجع تأهيل الصناعات من جديد تأهيلها أو كوادر موجودة عندها خبرة عندنا خبرة جدا عالية
فأنا ليش ما استفاد من عندهم؟ ليش أخلي بكل النواحي؟ ليش أخليهم يطلعون برا؟ من ناحية هندسية، طبية، ثقافية، صناعية، تجارية. ليش يا أستاذ عادل بصراحة يعني الآن لدينا شركات للزيوت، شركات للإنتاجات الأجهزة الدقيقة، الأجهزة الإلكترونية ما إلى ذلك، يعني نلاحظ لا وجود لهذا المنتوج على أرض الواقع، يعني أغلب الأشياء رواتب يعني تصرف واعتراضات معينة وما إلى ذلك. أستاذ العزيز يعني غير مفعلة. أستاذ العزيز 2003 بعد الدخول قوات أمريكية إعاز إلى نهب كل مؤسسات الدولة، ضربوا بنية تحتية للبلد بكملها صناعة يعني عسكرية والمدنية. سبيل المثال مصانع التصنيع العسكري، ها مو كان قطاع واسع وإنتاج محترم، وين راحت الإنتاج؟ وين راحت النهبة؟ طلعت برا زي ما زيوت وغير زيوت وما سميت، وين راحن؟ هسه عادوا تأهيله من جديد وتنشيط قطاعات قليلة منه، لأن ماكو يعني نتمنى شو اسمه الأجهزة والآلات باعت النهبت. يعني نتمنى يعني خطة مدروسة اقتصاديا يعني إن شاء الله للنهوض بالاقتصاد العراقي. يشير لي مخرج البرنامج يعني بانتهاء الوقت، أشكرك أستاذ عادل. بس نقطة بلا زحمة، أنا طبيت لاحظت أكو شباب ما خلهم يطبون، أنا أرجو إيصال الرسالة هاي. شاب يا أخي يلبس ما يلبس، أنت ليش تمنعه يدخل القشلة؟ يعني إن شاء الله ننقل الرسالة يعني هذا ترى ما ممكن، هي منطقة تنفس مثل ما قال الأخ العزيز، هي مكان تنفس. هو شنو ضرره يعني؟ هسه ما يمشي بالشارع ولابس، دخل هنا راح يعيب النظام الاجتماعي يعني. يعني ان شاء الله ننقل الرساله ونعرف المسببات. شكرا جزيلا استاذ عادل، حياك الله. الشكر الجزيل لكم انتم اعزائي مشاهدي قناه بلاد الفضائيه، دائما من قلب المتنبي، وهذا الحوار بنكهه الجمال والابداع العراقي بنكهه المتنبي. انتظرونا دائما. تحيات كادر البرنامج، تحيات الجمال العراقي الذي يحضر ويحتفل معنا دائما. تقبلوا تحيات إدارة القشلة التي تحضر معنا دائما، وانتظرونا في حلقات جديدة. مع السلامة.